نادي الكتاب هو المشروع الأول لبرنامج فاصلة، والذي يهدف لنشر وتعزيز ثقافة القراءة وإعداد دراسة لتحديد أسباب عزوف الناس عن القراءة وإيجاد حلول لذلك، ويشمل عدة أنشطة بمراحل مختلفة. المرحلة الأولى: النشاط الأول، التدريب. النشاط الثاني، مناقشات نادي الكتاب في مقر المنظمة. النشاط الثالث، مناقشات نادي الكتاب في المكتبات العامة. النشاط الرابع، المناقشات الإلكترونية. المرحلة الثانية، النشاط الأول، مناقشات نادي الكتاب في الجامعات. النشاط الثاني، دورات القراءة السريعة.